السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله على الـ concentration and dilution of urine. لو شفنا الـ objective سريعا كده بيقول describe counter current mechanism and its significance. سريعا كده لو سألنا نفسنا سؤال وقلنا how to roughly test the kidney functions، يعني أنا عاوز أعمل اختبار تقريبي لوظيفة الكلى بدون المعامل بدون أي حاجة، عندي احتمال من اتنين. الاحتمال الأولاني بعمل حاجة اسمها dilution test. dilution test يعني ايه dilution test؟ يعني بجيب السبجكت الشخص بتاعنا وأقول له عاوزك تشرب 1 لتر في خلال من 15 إلى 30 minutes، يعني تشرب لتر المية ده في خلال نص ساعة بالكتير. وبعدين هعمل assessment لليورين volume and osmolarity. ماذا تتوقع؟ هو شارب مية كتير، يعني عنده excess water، يبقى لو الكلية كانت سليمة أتوقع مين؟ أتوقع حاجة اسمها diluted urine. diluted urine of very low osmolarity. يعني إيه؟ يعني مية كتير وملح قليل، يعني بقى الأوزمولارتي ممكن تصل إلى 50 ملي أوزمول فين في اللتر. ايه اللي الكليه عملته؟ ولا حاجه، تخلصت من الماء الزائد، يبقى عملت اكسس ووتر اكسكريشنز with little amount of electrolyte او solute، فنزل اليورين diluted urine وhypoosmolar، يعني ايه الملح فيه قليل. ده معناته ان الكليه سليمه. طب انا عاوز اعمل العكس، عاوز اشوف الكليه هتتصرف ازاي لو عندي نقص في الووتر. هقول له هنعمل حاجه تانية اسمها concentration test. ده برضو عمليه مين رفض تقريبية. يعني concentration test يعني ايه؟ يعني ask ال patient او subject to fast، خليه يمتنع عن المياه لمدة من 10 up to 12 hour، كأنه صايم بالظبط. وبعدين اعمل مين؟ اعمل assessment تاني لمين؟ لليورين regarding مين؟ الحاجتين بتوعي regarding اليورين volume and الاوزمولاريتي، اليورين اوزمولاريتي. ايه اللي هنلاحظه؟ هنلاحظ ان الشخص ده عنده very small amount of urine والأوزمولاريتي عالية جدا، فأقول له كده very concentrated urine، يعني الأوزمولاريتي ممكن تصل إلى 1200 أو 1400 ملي أوزمول بير لتر. وات هابن؟ إيه اللي حصل؟ ولا حاجة، أنا جسمي يعاني من نقص المياه، فالكدنة قامت بدورها عملت إيه؟ conservation للووتر، عملت excretion of little amount of water وماله وهايلي كونسنتريتد، يبقى نزلت السولود بكثره في حجم قليل منين؟ من اليورين، للحفاظ على مين؟ الووتر بالانس في جسمنا. ده اللي بيعمله مين؟ الكدني. يبقى انا عندي حاجتين، الحاجه الاولانيه قدرت اعمل دايليوشن لليورين، يعني اعمل اكسكريشن اوف هايلي دايليوتد يورين وذ ليتل سولت، او العكس عملت كونسنتريشن لليورين. امتى؟ لو انا عندي dehydration او عندي deficiency في الووتر. ده الموضوع بتاعنا باختصار. يبقى انا اقول له ممكن الكليه تعمل concentration لليورين، يعني تنزل اليورين concentrated، وممكن تعمل dilution لليورين. الconcentration بتاعك اخره كام؟ انزل osmolarity من 1200 الى 1400 ملي اوزمول بير لتر. ده في الهيومن بين. طب والدايلوشن؟ لا، في الدايلوشن كمان انا ممكن انزل اليورين دايلوتد من 25 الى 50 ملي اوزمول بير لتر. السؤال كيفية ذلك؟ من اين لك ذلك؟ يعني هتقدر تعمل كونسنتريشن لو انت عندك ديهايدريشن، وتعمل دايلوشن لو انت عندك اوفر هايدريشن. هتعملهم ازاي؟ الفكرة ببساطة خالص اللي انا عاوز اعمل ايه؟ هقول له بسيط كده، لو كان ده البروكسمال تبيول مثلا، ده بومنز ودي البروكسمال، لغايه هنا دي البروكسمال. طب وبعدين ده الديسندنج ليمب اوف هن، ديسندنج ليمب اوف هن، وبعدين ثين اسندنج اهو، وبعدين الثيك اسندنج ليمب، وبعدين الديستال تبيول، ده الايرلي تو ثيرد، وبعدين ده الليت ثيرد او بنسميه الكونكتنج تبيولز، وهنا مين؟ وهنا الكونكتنج داكت، هنا الكونكتنج داكت. انت عاوز تعمل مين؟ والله انا عاوز اعمل قدره على حاجتين، يا اما كونسنتريشن لليورين لو انا عندي دي هايدريشن، او دايليوشن لليورين لو انا عندي اكسس ووتر او اوفر هايدريشن. فبنتفق كده سريعا ونقول
فين؟ في البروكسيمال بارت او في البروكسيمال نفرون، الجزء اللي قدامي من النفرون، استرد اجزائي الاساسيه. يعني ايه؟ يعني هعمل هنا ري ابزوربشن لحوالي 70% من الووتر هاخدهم، وفي الثين ديسندنج هاخد كام؟ 15% من الووتر. يبقى انا اخدت هنا كام؟ اقول له انا اخدت حوالي 85% من الووتر، ودول بسميهم اوبلوجاتوري ووتر ريابسوربشن، مفيش فصال، هاخدهم ليه؟ لان انا بنزل 125 مللي بير مينت، بعمل اعاده امتصاص لكام؟ ل 124 مللي بير مينت، واسيب 1 مللي بير مينت ده اليورين اوتبوت. يبقى انا هنا اخدت كام؟ اخدت 85% في البروكسيمال نيفرون اللي هو مين؟ بداية من البروكسيمال تيوبولز، وخدت جزء من الانترميديت نيفرون اللي هو الديسندنج لمب اوف هنا او الثين ديسند. فاضل لي كام؟ انت نازل هنا 100%، يبقى فاضل لك كام؟ 14%. ال 14% هسميهم فاكولتيتيف ووتر ري ابزوربشن. يعني ايه فاكولتيتيف ووتر ري ابزوربشن؟ يعني على حسب احتياجاتي، وكلمة فاكولتيتيف يعني هرمون ديبندنت. هعمل ايه بقى؟ هقوم جاي هنا، انت هنا كنت نازل 300 فين؟ في البروكسيمال. في نهاية الامتصاص انت اخدت فيرست الصوديوم، والصوديوم اخد جلوكوز وفيتامين ونوتريشنال سابستنس، كل ده اتحط هنا، فسحبت ميه بالاوزموزس. يعني الاوزمولاريتي كان في نهاية البروكسيمال ما زالت ايزوتونيك 300 مللي اوزمول بالليتر. طب وفي الديسندنج لمب؟ اقول له في الثين ديسندنج لمب اخدت ووتر، يعني هو اساسا ووتر بيرميبل وذاوت مين؟ وذاوت سولت بيرميبلتي. اللي بيسحب هنا الاوزمولاريتي العالية اللي هتعملها اليوريا، هنعرف بعدين. يعني الاوزمولاريتي وصلت كام؟ انت سحبت ميه من غير ملح، يعني اصبح هايبرتونيك، وصل هنا ل 1200 ملي اوزمول بير لتر. طب وماذا بعد؟ اقول له هنا في الثين ديسندنج بقى من اول ده، من عند الثين ديسندنج ومين؟ الثيك اسندنج والايرلي تو سير، دولت نون بيرميبل للووتر. فهبدا اعمل حاجه اسمها دي كابلنج، افصل. يعني ايه دي كابلنج؟ يعني هسحب مين؟ هسحب ملح. هنا ثين، يبقى انا باخد هنا ملح، باخد هنا ملح، اهو باخد ملح وكميات كبيره، لان باخد بالديفيوجن من 1200، يبقى ده اتوقع يكون كام؟ يكون 1200. كل ما اطلع شويه التركيز يقل، اهو كل ما اطلع شويه التركيز يقل، وهكذا التركيز بتاعي مين؟ الملح بيقل، لغايه ما اوصل هنا بدا يقل كمان، ها في الثيك اسندنج بدا يقل كمان، اهو بدا يقل. انا عملت ايه؟ اقول له انا خدت هنا ملح، ملح بدون مين؟ بدون مياه، لان ده نون بيرميبل. يبقى من الثين اسندنج والثيك اسندنج لمب والارلي تو ثيرد، ده الارلي تو ثيرد، وده الكونكتنج توبيول او اللي ثيرد بتاعت الديستال كونفلوت توبيول. عملت مين؟ هقول له عملت مين؟ اخدت ملح من غير ها ماء، فبسميها دي صالينيشن، يعني نزع الملح من الماء. اللي ملاحظ معايا كده هي اللي انا عملت حاجه جميله جدا، عملت ايه؟ حطيت جريدينت من السوليوت في المظله ده، اهو كده كل ما بنزل تحت بلاقي التركيز بتاعي زايد، التركيز بتاعي زايد، فده بسميه الفورميشن اوف ميدالر جريدينت. يبقى انا زرعت جرادوال انكريس في الميدالر اوزمولاريتي من عند الكورتكس اللي هو كان كام؟ اللي هو 300 لغايه 1200 في مين؟ في الميدالر. ده اسمه فورميشن اوف ميدالر جريدينت، اول خطوه افكر فيها. يعني ايه؟ يعني انت اخدت في الاول حقك اوبلوجات الووتر ري ابزوربشن اللي هو ال 85%، وبعدين نبدا نتفاهم في مين؟ في ال 14 او ال 15%. هتتفاهم ازاي؟ اول حاجه اللي انا اكون ملح في المظله، ارص ملح في المظله بتركيز من عند الكورتكس 300 مللي اوزمول لغايه الانر او البابيلاري مظله، بوصل لكام؟ ل 1200 مللي اوزمول بير لتر. يبقى دي الخطوه الاولانيه بسميها مين؟ بسميها فورميشن اوف ميدالري جريدينت. يعني ايه ميدالري جريدينت؟ هناخد اوسع كمان سنه. طيب يا ترى الملح ده هيبقى حاجتين، هيبقى هنا صوديوم كلورايد بيجي بحاجه اسمها كاونتر كارنت مالتبلاير سيستم، هنعرفه تاني، وكمان معايا اليوريا بيجي عن طريق اليوريا سايكل. وماذا بعد؟ اقول له بعد كده نفكر بقى من اول مين؟ من اول الكونكتنج مين؟ الكونكتنج تبيولز. يعني ايه من اول كونكتنج تبيولز؟ من هنا البرميابيلتي للووتر هتختلف في وجود مين؟ في وجود الاي دي اتش. يبقى انت حطيت جريدينت، حطيت ملح فين؟ في الميدالري انترستيشن، وبعدين عاوز تسحب ميه سهله. خلي بالك انت لما بتاخد ملح من هنا الفلويد اللي بيبقى جاي ماله؟ بيبقى جاي مهم جدا دايليوتد، مخفف، يعني الميه فيه زياده، وهنا دايليوتد، كل ده دايليوتد، يعني تركيز الميه اعلى. يبقى عندك تركيز ميه اعلى هينتقل لتركيز ميه اقل، لان السوليد تركيزها عالي، فبتعمل عمليه اوزموزس. نقول لك بشرط
ايه الشرط بتاعك ده؟ اقول له في وجود الاي دي اتش. يبقى لو الاي دي اتش موجود متوافر هيقوم يزرع قنوات مائيه اسمها اقوى بورين ووتر تشانل، يزرعها هنا او مسحب مين ماء بمين؟ ها بالميدلاري هايبر اوزمولاريتي. لما اسحب ميه من هنا هينزل اليورين ماله؟ اليورين هنا في النهايه كونسنتريتد يورين. يبقى انا وصلت للهدف الاسمى. بس السؤال بتاعك، الميه اللي انت خدتها ديت هتعمل ايه؟ ما هتعمل ووش اوت، هتضيع الكونسنتريشن اوف الميدلاري جريدنت. اقول لك ما تقلقش. ليه ما تقلقش؟ لان هحط هنا جوه الانترستيشن بتاع الانر ميدلا او البابيلاري ميدلا حاجه اسمها فازا ريكتا. الفازا ريكتا عباره عن بيريتيوبولار كابيلاري بلاد فيزل عادي، هحطه كده ياخد الملح والميه ويلف بيهم يعمل حاجه اسمها مينتنانس للجريديانت. يعني انت كونت جريديانت في الاول ولازم تحافظ عليها ما تضيعهاش، يبقى تكون تعمل مينتنانس للجريديانت، يعني تحط مسارات الملح يفضل ماشي فيها وما يسيبش المظله. والميه اللي انت هتاخدها اللي هم كام؟ اللي هم حوالي 10% هنا في الكونكتنج توبيولز مع الكورتيكال كولكتنج داكت، و4% هنا في الاوتر ميدالري كولكتنج داكت، وينزل 1% في مين؟ في اليورين. يبقى انت هنا بتاخد كام؟ فوق من الكونكتنج توبيولز والكورتيكال كولكتنج داكت 10%، والاوتر ميدالري كولكتنج داكت هتاخد كمان 4%، يبقى انت خدت حوالي 99 وينزل 1%. السؤال بقى، ال 14% ميه اللي انت خدتهم منين؟ من الكونكتنج والكورتيكال كولكتنج داكت والاوتر ميدالري كولكتنج داكت. لو سبتهم في المظله هيحصل مين؟ هيحصل ووش اوت للميدالري جريدنت. فلازم تقوم تاخدهم بمين؟ بالفازا ريكتا. يبقى الملخص بتاعك ايه؟ ولا حاجه. في الايرلي بارت بتاع النفرون اخدت 85% ومش هتفهم فيهم، وبعدين في الجزء الثاني من النفرون هاخد الملح برضه هاخده مش هتفهم فيه، يعني هتاخده هتاخده. طب وبعدين؟ تفكر بقى، انت محتاج ميه ولا مش محتاج ميه؟ لو محتاج ميه ها طلع الاي دي اتش يسحب 14%، لو مش محتاج ميه سيب اليورين ينزل دايليوتد يورين. يبقى انت عملت دايليوشن لليورين وعملت ها لو الاي دي اتش موجوده هتعمل مين؟ كونسنتريشن لليورين. يبقى ده الملخص بتاع المحاضره كامله. السؤال عملنا ايه؟ هقول له رقم واحد اهو ديت المظله، ديت المظله، وده الديستال بارت بتاع النفرون اللي هو مين ده؟ اللي هو الكورتيكال كولكتنج داكت والاوتر ميدالري كولكتنج داكت والجزء الاخير اللي هو البابيلاري كولكتنج داكت او الانر ميدالري كولكتنج داكت. عملت ايه؟ هقول له رقم واحد هعمل فورميشن اوف جريديانت، احط ملح، بس الملح بتدريج. ايه التدريج؟ التدريج ان كل ما تنزل تحت تزود الكونسنتريشن. يبقى ده اسمه الفورميشن اوف الميدالري جريديانت، الفورميشن اوف الميدالري جريديانت. ميدالر جريدينت يعني ايه؟ يعني كل ما بتنزل تحت كل ما التركيز بتاعك يزيد، ده كده اسمه فورميشن اوف ميدالر جريدينت. الميدالر جريدينت هتجيبها منين؟ هجيبها من حاجتين. يبقى رقم واحد الفيرست ستيب ها فورميشن اوف الميدالري جريدينت، يعني ايه؟ يعني جرادوال انكريز في السولت كونسنتريشن في المظله من عند الكورتكس اللي هو 300 هتصل للانر او البابيلاري كولكتنج داكت كام؟ 1200 مللي اوزمول. ده اسمه فيرتيكال جريدينت يعني طولي. يبقى فورميشن اوف ميدالري جريدينت. طب والجريدينت دي انواع الملح اللي فيها ايه؟ اقول له صوديوم كلورايد. هتجيبه منين؟ من الكاونتر كارنت مالتبلاير سيستم. طب ومين معاه كمان؟ اليوريا 50% والصوديوم كلورايد 50%. طب واليوريا ده هتجيبها منين؟ هقوله من اليوريا ريسايكل، ان انا اجيب اليوريا واخليها تلف هنا في المظله كده، تفضل تلف تلف، دي اسمها اليوريا ريسايكل. هناخدها بعد ما بتكون المظله ريجريديانت انك تعمل مين؟ مينتنانس. يعني ايه مينتنانس؟ يعني انك تحافظ على الجريديانت. يعني ايه تحافظ على الجريديانت؟ انك هتمتص ميه من هنا عشان تعمل كونسنتريشن لليورين، فلازم تشيل الووتر ده، تشيله من المظله علشان تمنتين الكونسنتريشن. الحاجه الثانيه الملح ده ما يفضلش سايب في المظله، لازم تحط له مسارات يمشي فيها. يبقى انت بتحط الملح في مين؟ في حاجه اسمها فازا ريكتا. يبقى الفازا ريكتا هدفها حاجتين، بتعمل ترابنج لمين؟ بتعمل ترابنج للملح اللي انت اكتسبته، والحاجه الثانيه تعمل ريموفال للاكسس ووتر اللي انت خدته منين؟ من الميدالري كولكتنج داكت، سواء الكورتيكال او الاوتر ميدالري كولكتنج داكت. طب ورقم ثلاثه، الكلام ده كله من غير الاي دي اتش ولا شيء. يعني ايه ولا شيء؟ يعني هيساوي صفر، لان انت حطيت الملح يعني رفعت الاوزمولارتي، يعني تقدر تعمل اوزموزس. وير ذا بيرميابيليتي؟ مفيش بيرميابيليتي، يبقى مفيش اوزموزس. يبقى الخطوه الثالثه اللي هي الرول اوف الاي دي اتش. يبقى الاي دي اتش مهم، مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لانك انت عملت الجريدينت ماشي وحافظت على الجريدينت، لكن مفيش بيرميابيليتي، يبقى الاي دي اتش هيزرع لك هنا القنوات المائيه
اللي هي بنسميها اكوا بورين، يسحب ميه من الدايليوتد يورين اللي ماشي فين؟ اللي ماشي في الكورتيكال كولكتنج داكت والاوتر ميدولاري كولكتنج داكت والبابيلاري كولكتنج داكت، يسحب ميه من الاثنين اللي فوق. كام هيسحب هنا مع الكونكتنج ديول؟ بيسحب كام؟ بيسحب 14% اكوردنج للليفل اوف ال اتش، وينزل اليورين مين كونسنتريتد. ده الملخص بتاع مين؟ بتاع المحاضره. هنبدا اول حاجه في الفورميشن اوف الميدولاري جريدينت، فورميشن اوف الميدولاري جريدينت. يبقى انا هتكلم هنا على مين؟ على الفورميشن اوف ميدولاري جريدينت. دي اول ستيب، اول خطوه انك تحافظ على مين؟ على الكونسنتريشن باور او الديلوشن باور، انك تكون جرادوال انكريز في الاوزمولاريتي في المظله. يبقى كديفينيشن هقول له بسيط، هو عباره عن مين جريدينت ده؟ عباره عن جرادوال انكريز فين؟ في الاوزمولاريتي. يبقى انكريز الاوزمولاريتي فين؟ في الميدولاري انترستيشن. من كام؟ من 300 عند الكورتكس هوصل لكام؟ ل 1200 او 1400 مللي اوزمول فين؟ عند الاند بتاعت البابيلاري كولكتنج داكت. ده الديفينيشن. السؤال الميكانيزم من اين لك ذلك؟ هتعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل بحاجتين، حاجه اسمها كاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم، وحاجه اسمها اليوريا ري سايكل او اليوريا سايكل. ده 50% صوديوم كلورايد وده 50% مين؟ يوريا. طيب نبدا بقى بمين؟ بالكاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم. يعني ايه كاونتر كارنت؟ كاونتر يعني عكسي، وكارنت يعني تيار. طب ومالتي بلاير يعني مكبر. يعني ايه الفكره؟ ببساطه انك هتعمل سيران لتيران عكسي يكبر القيمه اللي بتكتسبها. ما فهمتش حاجه، خلينا نشوف. هو الكاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم كديفينيشن عباره عن ايه؟ هقول له الكاونتر، انا ببدا اتكلم وقت على كاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم، هقول له هو سيستم. شكرا على الاضافه العظيمه، ما انا عارف ان هو سيستم. السيستم ده له ان فلو، يعني حاجه داخله فيه، وله مين؟ اوت فلو. يبقى هو سيستم له ان وله اوت، بس الان والاوت ماشيين ازاي؟ بارلل، موازيين لبعض. وايه كمان؟ وكلوز بروكسيميتي، قريبين من بعض. واهم نقطه بالنسبه لي في كاونتر دايركشن. كاونتر مين؟ دايركشن. ما فهمتش حاجه، تعالى معايا. السيستم ده مكون من مين؟ الديسندنج ليمب اوف هن والاسندنج ليمب اوف هن اهو. وحاجه كمان هنا اظبط دول ببعض كده، وبعدين لما بكمل هنا بنزل تحت هنا بمين؟ بال الميدالري كولكتنج داكت. يبقى ده ديسندنج ليمب اوف هن، وده الاسندنج ليمب اوف هن، وده الميدالري كولكتنج داكت. ده المكونات. انت قلت لي ايه بقى؟ اقول له ده ان. الان ماشي ماله؟ ده الان اهو ماشي كلوز بروكسيميتي وكاونتر دايركشن وماله وبارل للاوت. يبقى انت هنا ان وهنا اوت. طب وهنا في الجزء الاخراني انت داخل هنا ان وخارج هنا مين؟ وهنا اوت. تاني انا بتكلم على مين؟ على كاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم. الفكره ببساطه ايه؟ بيقول سيستم فيه حاجتين، ان فلو واوت فلو. الان والاوت ماشيين بارل، موازين لبعض وقريبين من بعض. لكن اهم نقطه بالنسبه لي في كاونتر دايركشن، السيستم ده في الكليه معمول ازاي؟ معمول بالديسندنج ليمب اوف هن والاسندنج ليمب اوف هن، سواء الثين والثيك مع بعض، والميدالري كولكتنج ده. طبق الكلام، في الديسندنج انا نازل تحت وفي الاسندنج طالع فوق، يبقى الان عكس الاوت وقريب منه وموازي له. طيب وانت ماشي فين؟ فهنا ان وهنا اوت، يبقى الان عكس الاوت وكلوز بروكسيميتي ومين؟ وبارل تو ايتش اذر. السيستم ده بيعمل ايه؟ ولا حاجه، بيكسب حاجه ويكبرها. يعني ايه يكسب حاجه ويكبرها؟ خلينا نشوف. هنقول هنا ده هنا البروكسيمال تبيول، معلش الرسم يعني هيتعبنا شويه لكن مش ده البروكسيمال تبيول اهو، وده الديسندنج ليمب اوف هن، وبعدين ده هنا مين؟ الثين اسندنج، وده الثيك اسندنج ليمب، وبعدين بعد الثيك هنا خلاص خلصنا الثيك. ده الايرلي تو ثيرد اهو، ده الايرلي تو ثيرد، وده الليت ثيرد او الكونكتنج تبيولز، وهنا مين؟ هنا الكولكتنج داكت اللي هم الثلاث اجزاء بتوعي. هنا الكولكتنج داكت اللي هم الثلاث اجزاء بتوعي. هنا مين؟ هقول له ده الاسندنج او الثيك اسندنج، وده الايرلي تو ثيرد، وده الكونكتنج تبيولز، وده الكورتيكال كولكتنج داكت اوتر ميدالري كولكتنج داكت بنكتبها ميدالري كولكتنج داكت، والانر ميدالري كولكتنج داكت بنكتبها بابيلاري كولكتنج داكت البي سي. طيب السيستم ده يشتغل ازاي؟ هقول له انا اساسا هنا كام؟ اساسا هنا 300 وهنا كام؟ 300. فيرست ستيب يقول لي اهم حاجه في الكاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم الفيرست ستيب والكي فاكتورز اللي هو الاكتف صوديوم كلورايد ري ابزوربشن في الثيك اسندنج ليم. دي اهم خطوه لان هي اللي تعمل السيستم كله. طب ازاي الكلام ده؟ بص معايا كده، انا هبدا اعمل اكتف مين؟ اكتف ها مين؟ ري ابزوربشن. اخد 100 بس، بقيت هنا كام؟ خليني هنا 400، واتفضل هنا كام؟ هقول له هنا بقى 200 اهو.
حد فاهم حاجة؟ اه، ايه اللي حصل؟ اقول له اول حاجة انك عملت حاجة اسمها مين؟ عملت حاجة اسمها هوريزونتال جريدينت، فرق تركيز بالعرض ما بين مين ومين؟ ما بين الرينال تيبيولز والميدالري انترستيشن. مقداره كام؟ مقداره 200، هنا 400 عالي وهنا مين؟ وهنا 200. اقول له طب وماذا بعد؟ اقول له انت في نفس الوقت عملت ده دايليوتد، يعني خدت منه ملح فاصبح الميه زياده، يبقى كان الاكتف صوديوم كلورايد ري ابزوربشن من الثيك اسندنج عمل لي حاجتين، اتنين في واحد. اول حاجه ولد هوريزونتال جريدينت ما بين الميدالري انترستيشيوم وما بين الرينال تيبيولز او اليوم، مقداره كام؟ 200. الحاجه الثانيه عمل ديليفري لهايبوتونيك فلويد. طب وبعدين الفلويد ده هيمشي هنا هيروح للايرلي تو ثيرد، اللي مذاكر في التيوبولر فانكشن الايرلي تو ثيرد زيها زي الثيك اسندنج، كنا بنسميهم دايليوتنج سيجمنت. يعني ايه دايليوتنج سيجمنت؟ يعني هاخد كمان ملح او ماخد هنا صوديوم كلورايد. يتفضل هنا اوزمولارتي كام؟ يتفضل هنا اوزمولارتي مثلا 100 او 150. طيب هتدخل فين؟ هتدخل في الكونكتنج تيوبولز. الاوزمولارتي بتاعتك كام؟ 100 او 150. الفلويد ماله؟ دايليوتد. الفلويد هنا مين؟ دايليوتد. اقول له خلي بالك ان ده نون بيرميبل لمين؟ نون بيرميبل للووتر. كل ده لما بتدخل في الكونكتنج تيوبول الفلويد بتاعك دايليوتد في وجود الاي دي اتش، هتسحب مين؟ هتسحب ميه. بمين؟ بالملح اللي انت حطيته ده. يبقى هنا في وجود الاي دي اتش هتسحب ميه، هتسحب ميه. يبقى انت خدت مين؟ خدت ووتر في وجود الاي دي اتش، خدت ووتر في وجود مين؟ الاي دي اتش. طيب وماذا بعد؟ انت كان معاك يوريا ماشيه هنا، اليوريا ديت هيحصل زياده في الكونسنتريشن، يبقى زاد اليوريا، بس زادت فين؟ زادت في البابيلاري كولكتنج داكت، زادت في البابيلاري كولكتنج داكت. اقول لك خلي بالك ان الاي دي اتش هيعمل لها ري ابزوربشن، الاي دي اتش هيعمل مين؟ يوريا ري ابزوربشن. اقول له تعالى بقى شويه هنا يكملوا معايا ويلفوا لفه ام العروسه تاني، يعني يمشي هنا 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 ويعمل حاجه اسمها اليوريا سايكل. طيب وبعدين جزء من اليوريا هيمشي هنا ويجي الميدالري انترستيشن ويتربص بالماء النازل هنا، ده مين؟ ده اليوريا. انت نازل هنا كام؟ اقول له نازل هنا 300. هتسحب مين؟ هتسحب ميه وصوديوم وجلوكوز، يعني في النهايه هنا كام؟ اقول له ما زلت هنا 300. طب وبعدين اليوريا ده هتسحب مين؟ هتسحب ووتر من الثند الثندنج لم. ايه اللي يحصل لما تسحب ووتر من الثند السندنج؟ توصل اوزمولارتي هنا لكام؟ لهنا ال 1200 مللي اوزمول. طب وبعدين هنا اساسا هتاخد هنا كمان مين؟ ها هتاخد صوديوم كلورايد ري ابزوربشن اللي هو مين؟ باسف. لكام؟ ل 1200 مللي اوزمول بير لتر. هتفضل تاخد باسف لغايه ما تساوي. طب واللي بعد منه هتبقى 1000، اللي بعد منه هيبقى ها 900، اللي بعد منه هيبقى 800. كل ما بتاخد من هنا بتحط هنا وده تركيزه بيقل. طب وهنا هتاخد كام؟ هيبقى 700 وهكذا لغايه ما يصل 300، تقوم عامل مين؟ اكتف تاني اند سو اون. اللي ملاحظ معايا حاجه جميله جدا، ايه هي؟ ان كانت الاوزمولارتي هنا كام؟ 300. الاوزمولارتي تحت كام؟ 1200. انت بدات اكتساب هنا كام؟ ل 100. الاكتساب زاد لتحت كام؟ ل 1200. اقول له حصل مالتبليكيشن، كبرت القيمه بتاعتك من 400 الى 1200، يعني الثلاث اضعاف. يبقى انت عملت مين؟ عملت جيننج للملح وكبرت القيمة، عملت مين؟ مالتيبليكيشن. السؤال لو انت ما خدتش الاكتف صوديوم كلورايد من الثيك اسندنج كل ده مش هيحصل. يعني عاوز تقول ايه؟ يعني عاوز اقول الاكتف صوديوم كلورايد ري ابزوربشن من الثيك اسندنج هو اللي خلى الباس يجي. ليه؟ لان لو ما خدته عملت دايليوشن، سحبت ميه، لما سحبت ميه زودت اليوريا، لما خدت اليوريا جت على الديسندنج لم وسحبت الايه؟ الووتر، فرفعت الاوزمولارت ال 1200. 1200 هتاخدهم لنفس القيمه فين؟ في البابيلاري انترستيشيوم او الميدالاري انترستيشيوم. 1200 هيبقوا ال 1200 وانت طالع فوق، يبقوا 1100، تاخد هنا 1100 وهكذا، ها ل 1000 وبعدين 900 وهكذا. يبقى انت حولت الهوريزونتال جريدينت الى مين؟ الى فيرتيكال جريدينت. وذيس از ذا ديفيكالت ستيب في الكونسنتريشن اوف يورين ات اول. اكد تاني، انت بتقول الموست امبورتنت ستيب هي مين؟ اقول له هي صوديوم كلورايد ري ابزوربشن من الثيك اسندنج لمب اوف هن. عاوز تبرهن على الكلام بتاعك ده اقول لك ادي دايوريتكس يشتغل في المكان ده زي الفروزيمايد او اللازج، تلاقي الايه؟ اليورين نازل دايليوتد، دايليوتد يورين، فقدت القدره على الكونسنتريشن اوف يورين. ده كان الكاونتر كارنت مين؟ مالتي بلاير سيستم. خلاص انا قلت كله مع بعضه، يعني ايه؟ يعني متطلباته اقول له رقم واحد مين؟ ها اكتف صوديوم كلورايد ري ابزوربشن منين؟ من الثيك اسندنج لمب. طب وماذا بعد؟
رقم اتنين، اقول له رقم اتنين هنا اهو الرول اوف الكاونتر كارنت فلو، اللي هو ده نازل ها وده طالع، ده الرول اوف ايه اوف ديسند اوف لوب اوف هنج. الديسندنج خدت ميه من غير ملح، وفي الاسندنج اخدت ملح من غير ميه، يبقى دي الخطوه رقم اتنين في مين؟ في الكاونتر كارنت مالتبلاير سيستم. الخطوه الثالثه في مين؟ في الايرلي تو سير ديت. هتعمل مين؟ هتعمل الصوديوم ري ابزوربشن وذوت ووتر ري ابزوربشن. الخطوه الرابعه انك تسحب او اسمه الرول اوف الكونكتنج تبيولز والكورتيكال كونكتنج داكت، الكونكتنج تبيولز والكورتيكال كونكتنج داكت. اخدت مين؟ اخدت ووتر اندر مين؟ اندر الاي دي اتش. هيرفع مين؟ هيرفع اليوريا، يبقى رقم خمسه. رقم ستة هتعمل يوريا ري ابزوربشن. كأني بسألك ايه الدور بتاع مين؟ بتاع الميدالري كولكتنج داكت والبابيلاري كولكتنج داكت. كلمة واحدة، في الاوتر ميدالري كولكتنج داكت خدت مية اندر الاي دي اتش زاد تركيز اليوريا، يبقى في البابيلاري كولكتنج داكت اخدت يوريا اندر ذا افكت اوف اي دي اتش. رقم سبعة، اليوريا يحصل لها سايكل هنا، تعمل يوريا سايكل، او تيجي هنا بالنسبه لي الموست امبورتنت ان هي تسحب ميه من الديسندنج مين؟ ديسندنج لمب اوف هيل. يبقى انت كده عملت كل خطوات مين؟ الكاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم. ذيس از ذا فيرست ستيب. فين الاكتف صوديوم كلورايد ري ابزوربشن؟ في الثيك اسندنج لمب. اتمنى تكون وصلت. ده الكاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم، مكوناته الفيرست والموست امبورتنت الثيك اسندنج لمب، هو اللي بيعمل كل حاجه، لو وقفته الدنيا بتضيع. الخطوه الثانيه كاونتر كارنت فلو في مين؟ في اللوب اوف هنلي. في الديسندنج باخد مين؟ اخد ميه تحت تاثير اليوريا من غير ملح، يزيد تركيز الملح. في الثين اسندنج باخد صوديوم كلورايد بسف، وفي الثيك اسندنج باخده مين؟ اكتف، اسمه كاونتر كارنت فلو. ايه الدور بتاع الايرلي تو ثيرد؟ اقول له او الديستال تبيول الايرلي تو ثيرد باخد ملح من غير ميه، وفي الليت ثيرد باخد ميه زيها زي الكورتيكال كولكتنج داكت زي الاوتر ميدالري كولكتنج داكت. يبقى خدت ميه اندر ذا افكت اوف اي دي اتش، هعمل كونسنتريشن لليوريا، الاي دي اتش يكمل يسحب مين؟ اليوريا، وهكذا. يبقى ده خلاصه مين؟ الكاونتر كارنت مالتي بلاير مين؟ الكاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم. اتمنى تكون سهله ان شاء الله. اروح بعد كده انت عملت مين؟ عملت فورميشن للميدالري جريدينت رقم واحد مين؟ الكاونتر كارنت مين؟ مالتي بلاير سيستم. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ هقول له اليوريا سايكل. طب اليوريا سايكل ما احنا قلناه، هقولها سريع، ده مين؟ ده البروكسيمال تبيولز وده الديسندنج لمب. انت بتتكلم على الجزء الثاني اللي هو مين؟ اليوريا ري سايكل. الفكره في ايه؟ اليوريا نازله هنا، هتعمل ايه هنا؟ هتسحب مين؟ هتسحب صوديوم وبعدين جلوكوز وبعدين ووتر ومش عارف مين. الاوزمولارتي هنا كام؟ ما زالت الاوزمولار 300. انت بتبدا تجي هنا هتسحب مين؟ اليوريا جت هنا، هنعرف جت منين اللي احنا قلناه من شويه. هتسحب مين اليوريا ديت؟ هتسحب ووتر. هتزيد الاوزمولارتي هنا لكام؟ ل 1200. لما تزيد الاوزمولارتي هتاخد هنا 1200، يبقى انت عملت الجريدينت بتاعتك هنا. تبدا هنا في الثيك اسندنج، هتاخد من اول هنا، من اول هنا ده كله ماله نون بيرميبل لمين؟ لليوريا. طب وبعدين هتسحب هنا، خدت هنا مين؟ اقول له خدت هنا ان اس ال، وخدت هنا ان اس ال، وهنا ان اس ال. طب تمام، كل ده من غير مين؟ من غير يوريا. زاد مين؟ زاد الووتر هنا دايليوت. هتسحب هنا مين؟ هتسحب هنا ووتر. هتسحب هنا مين؟ ووتر اندر ذا افكت اوف مين؟ اوف ال اتش. اليوريا اللي كانت نازله هنا يبدا تركيزها هنا مين؟ يزيد. خليني اغير اللون اهو، يبقى اليوريا هنا، هتزيد اليوريا هنا، بس اليوريا زايده فين؟ اليوريا زايده فين؟ مهم جدا، في البابيلاري كولكتنج داكت وليس الميدالري كولكتنج داكت او الكورتيكال كولكتنج داكت، وده الكونكتنج تبيول. اليوريا ده اهي هتيجي هنا، جزء هنا يكمل معايا في مين بقى؟ في الثين اسندنج، والجزء الثاني كان فين؟ كان هنا. اللي مكمل معايا ده بقى يلف هنا معايا هنا اهو، هيلف في مين؟ في الثين اسندنج، وبعدين ثيك اسندنج، وبعدين ايرلي تو ثيرد، وبعدين كونكتنج تبيولز، وبعدين كورتيكال كولكتنج، وبعدين يكمل معاك اهو، يكمل معاك تاني. يبقى اليوريا كل شويه بتلف، دي اسمها اليوريا ها ريسايكلينج، اليوريا ريسايكلينج، اليوريا ريسايكلينج. يبقى اليوريا ريسايكلينج بتعمل ايه؟ بتزود الميدالري اوزمولاريتي ب 50%. امتى؟ اندر ماكسيمم اكشن اوف الاي دي اتش. هو الاي دي اتش يساعد اليوريا ريسايكل في مين؟ في حاجتين. الحاجه الاولانيه هو زود امتصاص الماء منين؟ من الكونكتنج تبيولز والكورتيكال كونكتنج داكت والاوتر ميدالري كونكتنج داكت. لما زاد امتصاص الميه هنا زاد اليوريا كونسنتريشن، يقوم يزرع مين؟ ترانسبورتر. ترانسبورتر ده يعمل مين؟ يعمل ري ابزوربشن لمين؟ هيعمل ري ابزوربشن لليوريا. هتسايكل بين مين ومين؟ هتلف
بين مين ومين؟ ركز معانا هنا اهو، من السن، ما تحفظش، من السن ascending limb، thick ascending limb، early two-third connecting tubules، cortical collecting duct، outer medullary collecting duct و papillary collecting duct. اخدها تاني، تلف معايا، تلف معايا. يبقى انت ملاحظ ايه؟ ان الاوزمولاريتي هنا زايده جدا، زايده في مين؟ في الميدالاري انترستيشن ب 50%، زيها زي مين؟ زي ال ها زي الصوديوم كلوريد. وفي طبعا 50% او 40%، من 40 ل 50% ينزل هنا. يبقى انت بتعمل ريسايكلينج لحوالي 50% من اليوريا. ولذلك الناس اللي بتاكل بروتين كتير يبقى اخبار الايه؟ اخبار اليوريا عالي، يبقى الكونسنتريشن باور بتاعت مين؟ او الكدنه بتبقى عاليه. ده اسمه اليوريا ريسايكل. انا بتكلم على مين؟ على الابيليتي اوف ذا كيدني تو ميك كونسنتريشن او دايليوشن لليورين. بتكلم على النقطه الاولانيه اللي اسمها ايه؟ فورميشن اوف ميدالر جريدينت، جرادوال انكريز في الميدالر اوزمولاريتي، الملح اللي فيها من فوق الكورتكس لتحت في الانر بابيلاري. جبته منين؟ بحاجتين، كاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم عن طريق الصوديوم كلورايد، والحاجه الثانيه اليوريا ريسايكل. يبقى اليوريا ريسايكل هو الريسايكلينج اوف يوريا ما بين مين؟ ما بين البابيلاري كولكتنج دكت، الثين اسندنج ليم، الثيك اسندنج ليم، الايرلي تو ثيرد، الكونكتنج تبيولز، الكورتيكال كولكتنج، الميدالاري كولكتنج، واعمل ري ابزوربشن. بس كل ده تحت مين؟ تحت تاثير الاي دي اتش. يبقى دي النقطه الاولانيه اللي كانت اسمها مين؟ ها فورميشن اوف الميدالاري جريدينت، انك حطيت الملح. فورميشن اوف الميدالاري مين؟ الميدالاري جريد. حطيت الملح خلاص، حطيته بكام حاجه؟ حطيت حاجتين، ان اس ال عن طريق الكاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم، واليوريا عن طريق اليوريا ريسايكل. النقطه الثانيه انك تعمل مينتننس للجريدينت. تعمل مين؟ مينتننس للجريدينت. هتعمل مينتننس ازاي بقى؟ نركز مع بعض. يبقى انا بتكلم وقت على حاجه اسمها رول ها اوف فازا ريكتا. الفازا ريكتا هي بيري تيوبر كابيلار عادي، بس ماشيه مع مين؟ مع اللونج لوب اوف هيلي اللي هو موجود تحت في المضله اللي بنسميه جاكسا ميدالاري نيفرون. في كورتيكال نيفرون قصير فوق، وفي جاكسا ميدالاري نيفرون اللي موجود في الانر بارت بتاع المضله، بيبقى معاها لونج لوب اوف مين؟ اوف هنلي، ومعاها اسوشيتد بيري تيوبر كابيلاري بنسميها فازا ريكتا. خلينا نشوف الدور بتاع الفازا ريكتا. كانت عندي مشكلتين، اللي مركز معايا كده، لو كان ده البروكسيمال تيوبول العاديه ده الكوليكتيك، كان ايه المشكله اللي عندك؟ اقول له لو ركزنا كده، انا كنت باخد من هنا مين؟ باخد من هنا ووتر، باخد من هنا ووتر اندر ذا افكت اوف يوري، وهنا كنت باخد مين؟ باخد صوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد. وهنا في الميدالري، انا بتكلم في الميدال، الميدالري كوليكتنج دكت، كنت باخد كام؟ 4% مين؟ ووتر. ايه المشكله اللي عندك هنا بقى؟ اقول والله المشكله اللي عندي، اللي انا عندي مين؟ عندي ميه. الميه اللي جايه منين؟ من الكولكتنج دكت، واللي جايه من الديسندنج ليمب ديت هتعمل دايليوشن للكونسنتريشن جريدينت اللي انا عملتها. طب والنقطه الثانيه اللي عندك؟ اقول له النقطه الثانيه اللي عندي ان الايه؟ ان الصوديوم كلورايد اللي انا اخدته ده ممكن يحصل له ووش اوت. يعني ايه ووش اوت؟ يعني يبعد او ينتشر، يحصل له ديسيبيشن، ينتشر في المظله فيروح التركيز بتاعه. انت عاوز ايه بقى؟ اقول له انا عاوز احافظ على حاجتين، الكونسنتريشن جريدينت اللي انا اكتسبته او الميدالري جريدينت، واعمل ريموفال للاكسس ووتر اللي انا خدته منين؟ خدته من الديسندنج ليمب او الثين ديسندنج ليمب والاوتر ميدالري كولكتنج دكت. السؤال هنعمل الكلام ده ازاي؟ اقول له الحل هيكون في مين؟ الحل هيكون في الفازا ريكتا. ازاي الكلام ده؟ لو افترضت كده، خلينا ارسمها بس على اللوبو في اللي احنا متفقين ان هي لونج بلاد فيزلز او بيريتيوبولار كابلاري، بس ماشيه مع مين؟ مع اللونج لوب اوف هنلي. خلينا ارسمها بس، يعني مش هقدر ادخل معانا الميدالر كولكتنج دكت. بمعنى ايه؟ بمعنى لو كان ده اللوب اوف هنلي اهو، ده كده اللوب اوف هنلي. انا راسم بس ايه؟ راسم حاجه كروكي. ده مين؟ ده الديسندنج ليمب اوف هنلي. كانت مشكلتك في ايه؟ كنت باخد منه ميه ووتر. باخد منه مين؟ باخد منه ووتر، باخد منه ووتر اهو. ده الديسندنج ليمب اوف هن. طب وهنا ده الاسندنج ليمب اوف هن. اسندنج ليمب اوف هن، سواء الثيك فوق هنا او الثين تحت، الاثنين كانت محصله واحده، باخد صوديوم كلورايد اللي هم باخدهم مين؟ باخدهم تحت باسيف وفوق اكتف. فهنا اخد مين؟ اقول له هاخد هنا ان اي سي ال، وهنا ان اي سي ال، وهنا ان اي سي ال، وهنا ان اي سي ال. انت عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز احافظ على الكونسنتريشن جريدينت. هنا كام؟ هقول له هنا 300 وهنا 1200 مللي اوزمور باللتر. طيب اروح لمين؟ للفازا ريكتا. الفازا ريكتا مبدئيا هي بتمشي الكاونتر كارنت فلو. يعني ايه؟ بص كده، ده هنا هقول له ده هنا
اول حاجه فرق عندي ده اسمه الديسندنج فازا ريكتا، هنا الاسندنج، لكن هنا مين؟ الديسندنج فازا ريكتا، وهنا مين؟ هنا الاسندنج فازا ريكتا، ده اللي هيخرج هنا وده اللي داخل من هنا. انت عاوز تعمل ايه؟ اقول له الفازا ريكتا بالنسبه لي بسميها كاونتر كارنت اكستشينجر سيستم، كاونتر كارنت اكستشينجر سيستم. يعني ايه كاونتر كارنت اكستشينجر سيستم؟ يعني هيعمل بس اكستشينج ما بين الميه والملح وهو ماشي فين؟ في الميدلر انترستيشن، بحيث يحافظ على تركيز الملح جوه الميدلر انترستيشن بنفس الجريدينت، وفي نفس الوقت ياخد الميه الزايده سواء اللي هي جايه منين بقى، من الديسندنج ليمبو فين في الرسمه، او الجزء اللي جاي كمان من الاوتر ميدلاري كولكتنج داكت اللي هم 4%. الفكره بسيطه خالص، ده كابيلاري، واي كابيلاري لها مين؟ لها بيرميابيلتي، بمعنى انا داخل هنا اساسا كام؟ داخل هنا 300 اهو. طيب وبعدين اقول له وانت داخل 300 الملح هنا هيبقى زايد، هيبقى هنا الملح زايد، الملح هنا زايد. طيب والووتر هنا، الووتر هنا هيبقى، ها انت الملح زايد يبقى الميه قليله، اكيد ملحك زايد هنا يبقى الميه بتاعتك قليله. فوانت داخل يحصل حاجه ظريفه جدا، الملح ينتقل من تركيز اعلى الى تركيز اقل، يبقى دخل هنا صوديوم كلورايد، ودخل هنا صوديوم كلورايد اهو، ودخل هنا صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد دخل ويمشي معايا، هيمشي معايا، هيمشي معايا. يبقى تاني حصل اكستشينجر سيستم. الاكستشينجر سيستم حصل ازاي؟ ان وانت داخل من الكورتكس للانر ميدالا الاوزمولارتي حواليك عاليه، ومعاك كابيلاري وول بيرميابيليتي كويسه جدا، فاخدت الملح. طب واخبار الميه؟ هقول له هيسيب الووتر. يبقى ده مين؟ ده لان الميه قليله. يبقى هنا الميه قليله ليه؟ لان انت تركيز الملح هنا عالي، هايبر اوزمولار، فبتسيب ميه بالاوزموزس لان الكابيلاري وول بيرميبل. يبقى انت عملت مين؟ اهو اهو كده عملت ايه؟ اقول له يبقى الديسندنج فازا ريكتا كلمتين وبس، اخد الملح من تركيز اعلى من المظله لتركيز اقل جوه الديسندنج فازا ريكتا، وساب الماء من تركيز ملح قليل جوه الى تركيز ملح عالي بره اللي هو اوزموزس. اقول له يبقى انت كده الملح ماشي اهو، بس خلي بالك الملح ماشي، انا عاوز الملح يطلع من المظله، لا انا مش عاوزه يطلع من المظله. يوم يحصل مين بقى وانت طالع الملح حواليك، ها اخباره ايه؟ الملح جوه يبقى اعلى من بره. تاني اللي مركز هيلاقيها سهله جدا، انت خدت الملح وانت داخل لان كان ملحك جوه قليل، لما اخدت بقى الملح جوه زياده وبره اعلى اقل منه، فيقوم يسيب الملح تاني اهو، يسيب الملح اهو، يبقى يسيب الملح، وفي نفس الوقت الميه الزياده دي تطلع معاك في الفازا ريكتا، تطلع معاك في مين؟ في الفازا ريكتا. يبقى كأن الاسندنج فازا ريكتا حلل المشكله، اخد الميه الزايده وفي نفس الوقت ساب الملح بتاعي. يبقى انت اللي حصل ايه؟ لانك لو ركزت في الرسمه كده هاخده، بمعنى ايه؟ ان هنا ده الديسندنج فازا ريكتا وده الاسندنج فازا ريكتا اهو. انت متفق معايا ان المشكله كلها في مين؟ في البيرميابيليتي، ده الديسندنج فازا ريكتا وده الاسندنج فازا ريكتا. الديسندنج هياخد مين؟ هياخد الملح اهو، الملح هيمشي معايا، هياخد الملح، ده كله صوديوم كلورايد، صوديوم كلورايد، يبقى خد الملح، خد الصوديوم كلورايد، وانت طالع هتسيب الصوديوم كلورايد، هتسيب الصوديوم كلورايد، يرجع يدخل تاني في مين؟ في الديسندنج، واهو صوديوم كلورايد هتسيبه يدخل في مين؟ في الديسندنج، وهكذا. صوديوم كلورايد هيعمل ايه؟ ها هيروح للديسندنج. طب واخبار الميه؟ ما انت قلت في الاول انت بتسيب الميه هنا ال H2O وترجع تاخدها معاك هنا، ها هتسيب هنا ال H2O وتاخدها معاك وانت طالع، هتسيب هنا ال H2O وتاخدها معاك وانت طالع. واحد يقول لي انت بتاخد الميه بمزاجك وتسيبها، اقول له لا انا باخد على حسب الكونسنتريشن جريدينت، على حسب مين؟ الكونسنتريشن جريدينت. فكاني الديسندنج فازا ريكتا ماله؟ ها تيكس مين؟ ان اس ال وليفز ساب مين؟ ال H2O. طب والاسندنج صلح المشكله، خد مين؟ خد الووتر، ها تيك الووتر وليف، ها ساب مين؟ ال ان سي ال، وهكذا. يفضل الملح يعمل له مين؟ سيركيوليشن وذين ذا ميدالر انترستيشن. يبقى انا عملت ترابنج، بس ليا شرط مهم. ايه هو الشرط المهم؟ ان انا عندي يبقى عندي سلو او سلاجش سيركيوليشن، يعني سيركيوليشن بطيئه. ليه؟ لان عمليه الاكستشينج ده مهم ان يكون الفلويد او السائل اللي ماشي جواها فيري فيري سلو. يبقى انا اقدر اقول له كده ان الكاونتر كارنت اكستشينجر سيستم او الفازا ريكتا توجذر ويز ذا سلو او سلاج سيركيوليشن في المظله هيلب تو مينتين ذا اكوايرد اور ذا جيند جريدينت، الجريدينت اللي انا اكتسبتها من خلال مين؟
من خلال عملية الفورميشن اوف الميدالر جريد. ألخص كلامي سريعا، إيه هو؟ إن الفازاريكتا هي كاونتر كارنت اكستشينجر، لها ديفرنت بيرميابيليتي اكوردنج للكونسنتريشن حواليها. وأنت نازل تركيز الملح براها أعلى وتركيز الملح أقل، فتاخد الملح وتسيب المية. وأنت طالع في الأسندنج فازاريكتا العكس بيكون تمام، يعني عكس الكلام اللي فات، فالملح بره قليل وتركيزك جوه عالي، فبالنط يمشي الملح من تركيز عالي جوه الاسندنج فازا للميدالري اقل، وهكذا. يبقى انت عملت مينتنس لمين؟ للجريديانت، واديتني 2 في 1. ايه هما؟ ها، عملت مينتنس للجريديانت وعملت ريموفال للاكسس ووتر اللي جاي من مكانين مهمين بقى، اللي مركز معايا، من الديسندنج ليمب اوف هين 15% من الفلتريت و4% من الميدالري كولكتنج داكت او الاوتر ميدالري مين كولكتنج داكت. يبقى ده الدور بتاع الفازاري. يبقى انا عندي حاجه اسمها كاونتر كارنت مالتي بلاير اللي كبرت القيمه من 400 الى 1200، وفي كاونتر كارنت اكستشينجر اللي بيعمل ترابنج، يعني بيحبس الملح جوه مين؟ جوه المظله، ويعمل ريموفال للاكسس ووتر. يبقى انت كده عملت حاجتين، الحاجه الاولانيه الفورميشن اوف ميدالري جريدينت عن طريق الكاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم، زودت الصوديوم 55%، واليوريا ريسايكلينج. طبعا كلمه سايكل بتلخبطنا في البايو، فهنخليها دايما ريسايكلينج افتر، واليوريا ريسايكلينج 50% اندر ماكسيمم اكشن اوف مين اوف اي دي اتش. طيب فاضل لي مين اللي مركز معايا؟ انت عملت الجريدينت، ورقم 2 المينتنس بتاع الجريدينت، رقم 3 الرول اوف اي دي اتش. اقول من غير الاي دي اتش ولا شيء. يعني ايه من غير الاي دي اتش؟ بكرر على نفس الكلمه، الاي دي اتش از فيري فيري امبورتنت، لان هو اللي بيديك بيرميابيليتي. انت كونت جريدينت، عملت ديفرنت في الاوزمولاريتي، وزود بيرميابيليتي، نو اوزموزس، يبقى على طول الاي دي اتش مين؟ الاي دي اتش مهم. طيب يا ترى لو سالنا سؤال وقلنا ايه الاكشن اوف اي دي اتش، هتقول لي رقم 1 اسمه ايه؟ اسمه فازو برسين، يعني القابض للبلاد فيزلز. فيعمل ايه الفازوبريسين ده؟ اول حاجه هيعمل فازو كونستريكشن اوف بلاد فيزلز اول اوفر ذا بادي، منها الكليه، فيقوم يقلل الجي اف ار. لما يقلل الجي اف ار يقوم يقلل التيوبولار فلو ريت، معدل سريان الفلويد في الرينال تيوبولز، يقوم يقلاو الايه الاكستشينج كويس، يعني يزود عمليه الريابسوربشن. الحاجه الثانيه هيعمل فازو كونستريكشن في مين؟ في الفازا ريكتا اتسلف. ولما يعمل فازو كونستريكشن في الفازا ريكتا يبقى يعمل سلو فلو او سلاجش سيركيوليشن، وده مطلوب للاكستشينجر سيستم. طب وبعدين الاي دي اتش بيساعد او يهلب مين؟ الاكتف صوديوم كلورايد ري ابزوربشن عند الثيك اسندنج ليمب، اللي سميناه مين؟ ثيك اسندنج ليمب، اللي سميناه الكي فاكتور او الموست امبورتنت فاكتورز. كأن الكي فاكتورز او الموست امبورتنت ستيب في الكونسنتريشن اوف يورين بيساعدها برضو مين؟ الاي دي اتش. رقم 3 عارفين الاكشن العادي بقى، يزود الووتر ري ابزوربشن منين؟ من الكونكتنج تبيولز والكورتيكال كولكتنج داكت والاوتر ميدالري كولكتنج داكت. رقم 4 يزود اليوريا ري ابزوربشن منين؟ اليوريا ري ابزوربشن من البابيلاري كولكتنج داكت او الانر ميدالاري كولكتنج داكت عن طريق انسيرشن اوف يوريا ترانسبورتر. ده الميجور اكشن اوف مين؟ اوف اي دي اتش. طب السؤال، هو الاي دي اتش هيشتغل فين في الكليه؟ هيشتغل على البرنسبال سيل. هيشتغل ازاي؟ لو كان ده البلاد فيزلز وديت البرنسبال سيل، هو بيجي هنا بسرعه، خدنا الكلام طبعا ان ديتيلز في الاندوكراين، بيمسك في حاجه اسمها الفي 2 ريسبتورز، في 2 ريسبتورز، يبقى مسك في مين؟ في الفي 2 ريسبتورز عند مين؟ عند البيزو لاترال سيرفيس، ده اليومنال سيرفيس. مسك في الفي 2 ريسبتورز عند البيزو لاترال سيرفيس، هيقوم ينشط مين؟ هينشط الادينايل سايكليز، يقوم يحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي. سايكليك اي ام بي هيعمل فوسفوريليشن لمين؟ لاكوا بورين اللي هي الووتر شانل، يحط فيها فوسفيت. لما يحط فيها فوسفيت تبقى اكتف، يبقى عمل فوسفوريليشن للاكوا بورين، حط فيها فوسفيت. لما يعمل فوسفوريليشن يقوم يسهل انتقال الماء من الليومن الى مين؟ الى الاي دي اتش. يبقى تاني بايند تو سبيسيفيك في 2 ريسبتورز، فازوبرسين 2 ريسبتور عند البيز ولاترال، ده البيز ودي اللاترال سيرفيس. بقول ماسك فين؟ في البيزو لاترال سيرفيس. عمل حاجه واحده، نشط الادينايل سايكليز، حول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي هيعمل فوسفوريليشن لسيرتن بروتينز شانلز اللي هي بنسميها اكوا بورين شانلز او الووتر شانلز.
ايه انواع الاكوا بورين شانل؟ هنقول له في اكوا بورين 1، الاكوا بورين ده موجود في البروكسيمال تيبيولز و الديسندنج ليمب اوف هن، نوت افكتد بالاي دي اتش، يعني نوت اي دي اتش ديبندنت. في الموست امبورتنت بالنسبه لي اكوا بورين 2، الاكوا بورين 2 موجود فين؟ موجود عند اليومينال سيرفيس او الابيكال سيرفيس اوف ذا برنسبال سيل، يبقى موجود عند الابيكال سيرفيس او اليومينال سيرفيس اوف مين؟ البرنسبال سيل، وده الاي دي اتش ديبندنت. كمان في هنا اقوى بورين كام؟ 3، اقوى بورين 3، سوري اقوى بورين، ها اقوى بورين 3 واقوى بورين 4، دولت موجودين عند البيزو لاترال سيرفيس بتاع البرنسبال سيل. يعني ايه؟ يعني لو كانت ديت البرنسبال سيل وده البلاد فيزلز، هقول له في هنا اقوى بورين 3 واقوى بورين 4 وهنا اقوى بورين 2. الاقوى بورين ده الموست امبورتنت بالنسبه للاي اتش، لانه بيبقى كلوزد، مش موجود، بيبقى موجود في السيتوبلازم ويحصل له ريكروتمنت لغايه ما يصل لليومينال سيرفيس. دولت 3 و4 اوريدي مفتوحين، يعني موجودين لكن ما لهمش فايده طول ما فيش فوتر، يبقى ما لهمش دور مهم. المهم بالنسبه لي مين؟ الاقوى بورين مين؟ الاقوى بورين 2 موجود عند مين؟ ده الابيكال سيرفيس وده عند البيزو لاترال سيرفيس. الاقوى بورين 4 كمان موجود في البرين او المكان ده اللي انا بقول عليه البيزو لاترال سيرفيس بتاع مين؟ ديت البرنسبال سيل. البرنسبال مين؟ البرنسبال سيل. وفي اكوا بورين 5 موجود في السليفري وفي اذر سايت، مش هيفرق معانا كتير. نقول بقى لو حصل مشكله في الفي 2 ريسبتورز، الفي 2 ريسبتورز اللي هي عند البيزو لاترال ميمبرين بتاعت البرنسبال سيل او الجين ريسبونسبل فور اكوا بورين 2، يبقى كان الاي دي اتش مش موجود، فيحصل مين؟ دايابيتس انسيبيتس. يعني ايه؟ يعني فيلير للكونسنتريشن او الري ابزوربشن فوتر باي ذا كدني، فيبقى عندي سيفير بوليوريا يصل اليورين فوليوم من 27 الى 30 لتر بير دي، طبعا حاجه ضخمه جدا جدا. ده الدور بتاع الاي دي اتش، وانتم اخدتوه بالتفصيل في الاندوكرين. نروح للحاجه الاخرانيه، هاو ذا كدني ميك كونسنتريتد او دايلوتد يورين. ما عادش فيها جديد خلاص. يعني ايه ما عادش فيها جديد؟ هو ملخص الكلام اللي فات، هقول له ديت البروكسيمال تيبيول، انت عاوز تعمل ايه؟ هقول له متفقين في البدايه، انا هنا اتكلم هاو ذا كدني ميك كونسنتريتد او دايلوتد يورين. الفكره في ايه ببساطه؟ الفكره ببساطه اللي انا هاخد هنا كام؟ قلت هنا 70% من البروكسيمال تيبيولز دولت نوت اي دي اتش ديبندنت، وفي كمان 15% من مين؟ الديسندنج ليمب اوفن. دول خدتهم، نتفاوض في مين؟ في ال 14. طيب خلي بالك انك لما تاخد بترفع الاوزمولارتي هنا ل 1200، بتاخد هنا صوديوم كلورايد ل 1200، يبقى انت حطيت الاوزمولارتي، وبعدين توصل ان تاخد اكتف هنا كام؟ 400. ده ملخص الكلام بينهم بقى. هنا في بتاع ده 500 وفي 600 وفي 700 لغايه ما تصل لمين؟ ل 1200 تحت. ده اسمها المين؟ الفيرتيكال جريدينت اللي احنا كونناها. فانت كده كده هتاخد الملح، يبقى انت لازم تكون الميدالر جريدينت في كل الظروف، خدتهم. طب وبعدين؟ اقول له من اول هنا مين؟ هتعمل بقى مين؟ نون بيرميابيليتي للووتر، وتنتظر بقى. تنتظر مين؟ انت محتاج ولا مش محتاج؟ يبقى انت حطيت الجريدينت، هتعمل كونسنتريتد يورين. خلي بالك انت ما بتاخد من هنا، هنا مين؟ دايليوتد يورين، دايليوتد يعني حوالي 100 مللي اوزمول بير لتر، وهنا دايليوتد مور دايليوتد، يبقى الميه زياده والملح حواليها كتير في الانترستيشن. يا ترى هتاخد ولا لا؟ اكوردنج لمين؟ اكوردنج للاي دي اتش. فافترض جدلا اللي انا عندي مين؟ عندي اكسس ووتر في جسمي، يعني عندي اوفر هايدريشن، مبدئيا الاي دي اتش مش هيطلع. ليه مش هيطلع الاي دي اتش؟ لان في حاجه اسمها اوزمو ريسبتور بتديتكت الاوزمولاريتي، انا هنا الاوزمولاريتي قليله، ما يطلعش الاي دي اتش. ما طلعش الاي دي اتش، الدايليوتد يورين ينزل كما هو. انا قلت هنا من 100 ممكن ينزل ل 100 او من حتى 25 الى 50 مللي اوزمور بير لتر. يبقى انا تخلصت من الماء الزايد بحاجه واحده فقط، ايه هي؟ الانهبيشن اوف الاي دي اتش سكريشن ثرو انهبيشن اوف ذا اوزمو ريسبتورز، منعت الامتصاص في الديستال نيفرون اللي هم كانوا كام؟ كنت بشتغل على 14%. فهنا غاب الاي دي اتش فنزلت دايليوتد يورين ويز فيري ليتل اماونت اوف سولت او الكترولايتس، فنزلت مين؟ هايبوتونيك مين فلويد. طيب لو انت عندك بقى دي هايدريشن ووتر ديفيشنسي، عندك نقص في المياه، يبقى الاوزمولارتي في جسمك عاليه، الزياده ب 1% من الاوزمولارتي بس بتنشط الاي دي اتش، يبقى هنا يحصل زياده للاي دي اتش. الاي دي اتش يقوي العمليات اللي احنا قلناها بقى، يقلل الجي اف ار، يعمل فازو كونستريكشن في الفازاريكتا، يقلله الاكستشينجر سيستم، يقلل التيوبلر فلوريت، يزود الري ابزوربشن، ويجي هنا فين؟ في الديستال نيفرون، يشتغل على البرنسبال سيلز، يعمل انسرشن للاكوابورين 2، يقوم يعمل مين؟ ووتر تشانلز. هيعمل ووتر تشانل هنا
اللي هي الاكوابورين، والاوزمولاريتي العاليه اللي انت جبتها تقوم تمتص مين؟ تمتص المياه من الدايليوتد يورين. ينزل اليورين في النهايه مين؟ هينزل اليورين في النهايه كونسنتريتد. يبقى هنا كونسنتريتد يورين في الحاله الثانيه. يعني الاوزمولاريتي كام؟ 1200 الى 1400 مللي اوزمول بير لتر. ده في الهيومن بينج، في الانسان، لان بعض الانيمالز الحيوانات في الصحاري في استراليا بتصل الى 10000 مللي اوزمول بير لتر. الاختلاف في الكونسنتريشن جريدينت بيعتمد اساسا على اللينث بتاع مين؟ بتاع اللوب اوف هيل اللي هي بتاعت الجاكسا ميدالا رينيفرون. كل ما اللينث يزيد كل ما الجريدينت تزيد، كل ما الكونسنتريتنج باور تزيد، والبيرسنت بتاعتها بتزيد كمان. يعني في الهيومن بينج النورمال بيرسنت بتاع الجاكسا ميدالا رينيفرون اللي بتعمل كونسنتريشن لليورين بيبقى حوالي 15%، من 10 ل 15%. في الكاميلز والديزرت انيمالز ممكن يصل الى 50%. فتكون الاوزمولارتي في الهيومن اخرها 1200 1400، لكن في الديزرت انيمالز ممكن يصل الى 5000 او 10000 ميلي اوزمول بير لتر. اتمنى يكون وصل. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.